هذا هو المكان؟ ايه معلم هذا هو المكان. معلم عماد الله يخليك، انا خليني هون وانت فوت حل الموضوع، شو رايك؟ ولا يهمك، لا تخاف انت، بس المهم انه هن موجودين هون. موجودين، انت بس فوت هن راح يستقبلوك. ايه ماشي. قلت لي كم شهر عندك لك رواتب عندهم؟ اللي عندهم 6 شهور، بس اللي بيهمني هو اوراقي وجواز السفر. مزبوط مزبوط. ولا يهمك، اعتبر بظبطك صار بجيبتك. خلص تمام، الله ينصرك معلم عماد. العصفور صار بالقفص. انا قلت لك جيب لي ابجاتي، جايب لي رفيق. لك انا شو بدي برفيق انا؟ ها والله يا معلم، باخر لحظه اجى اتصال وراح، وكان راح اخبر الشرطه كمان. بيمشي حالك كرهيني. شو اسم العينتين سيدي؟ بدك اسم هي العين ولا اكتب لك؟ محمود حسنا عماد، عماد لبني. وشو علاقتك مع ابجاتي انت؟ انا بعرفه من اسبوع سيدي، تعرفت عليه بالحوش، في حوش في ناس احنا ساكنين هنا. هلا بنعرف اذا كان شريك ولا لا. وين موبايلك ولك؟ وين ما بدك سيدي؟ وين ما بدي؟ هات موبايلك ولك. وين موبايلك ولك؟ ليكو ليكو موبايل. تفضل سوك، خلي معك. اتصل فيه لابجاتي وقل له انك محتجز عند الكراتين، وهو بيعرف وين. اعطيه لك معه. ليكني عم اتصل. يلا شوف. عميرين هذا شوف لك. اي عماد. ما عميرين سيدي، هذا ما بيرد لما يكون عم يسوق، ما بيرد يرد على حدا. هو بوقف معد شوي على اليمين وبيرد يحمل الموبايل. هو بدق لي ليش؟ لانه هو انسان نظامي، بيطلع بي وبحط قشاط القمان. اي ماشي، الا ما يتصل. اسمع انت وياه، هذا الموضوع ما بدي يضرب فيه اخ مطيع، ولا بدي يضرب فيه حدا ابدا، مفهوم؟ وهذا راح يضل هون في المستودع لحتى يجي صاحبه ابجانتي. لكن انا هيك واحد فوز علي؟ والله لا خليه يمشي بالطريق. ما يعرف شو اسمه العمى هذا، شو اخذه لهنيك؟ طالما مركع المافيا الهنديه فيك تجيب ابو جانتي لو ما هيك. عفوا يا سيد يا محترم، انا وعدتك زبل.